لو سمحتي. يلا لك أنا بعمري ما رح أنسالك ياها ولا رح سامحك يا سومان، وهذا وعد مني. أنا سندورة ميتال، ما حدا بيقدر يتخيل شو ممكن ساوي وقت جن وأغضب. بقدر انتقم بطرق ما بتخطر على البال والخاطر نهائياً. مين عم يتصل فيني هلا؟ هاي سندورة اللي عم تدق. الو، اهلين سندورة. فتحي اذنيكي واسمعيني منيح يا ست كلواتي. ليش عم تحكي معي بهالطريقة سندورة؟ كلواتي، من اليوم ورايح ما بدي سومان تدوس هذا البيت نهائيا. كيف؟ سومان، سومان لو سمحتي حاج تبكي. خلاص، انا ما عاد بدي اسمع شي. لو سمحت، أنا هلأ بس بدي أعرف شو سبب كرهها لإلي. أنا السبب، بعتذر. ما كان بدي إياكي تعرفي الحقيقة بهالشكل. قلي شو القصة رامفير؟ ليش كل هالقد عم تاخد وقت بالتفكير؟ قلي أنا شو عاملة؟ أنا هلأ بدي أعرف السبب منك، وبدي تحكي لي بصراحة. قلي لي بشو غلطت سومان؟ قلتي غلطت؟ ما غلطت، بس عملت مصيبة. كلواتي، بدي اياكي تمنعي من انه تجي على بيتي، وغير هيك بدي منك تمنعي كمان من انه يكون لها علاقات مع اي حدا من عائلة ميتال. عم تفهمي علي او لا؟ وخصيصا منان وسهيل وابني رامفير. فهمتي شو؟ هاي مسؤوليتك ومهمتك كلواتي. ليش سندورة؟ شو له لزوم هذا الحكي؟ طيب بس على القليل احكي لي بشو غلطت، وانا وقتها بعرف اتعامل معه. انتي لسه بدك انه بناتك يتزوجوا من هاي العيلة؟ ايه طبعا بدي، ليش عم تسألي؟ معناتها اسمعي الكلام واعملي مثل ما قلت بدون حكي كتير. وعديني انه سومان ما بتدوس بيتي مرة تانية، وانه رح تبقى بعيدة عن الشباب على طول. وعديني. طيب سندورة، انا بعدك يصير يلي بدك اياه كله. رامفير هلأ على الطريق عم يوصل سومان لعندك على البيت. شو؟ عم يوصل سومان؟ ايه، وانت هلأ فوراً بتروحي بتحكي مع سومان حتى تنزل دغري من السيارة وما تضل مع رامفير. طيب ماشي، انت سكري هلأ، انا بعرف كيف رح اتصرف معه. لا تشغلي بالك بنوم. منيح، رجعي اتصلي فيني وخبريني شو بيصير. اكيد، ولا يهمك، انت سكري هلأ. سومان برمر. سومان، انتي ما غلطتي وما عملتي اي شيء مع امي، بس القصه انه الو، انتي مع رامفير بسيارته لحالكن؟ اي، بس كيف عرفتي؟ مو مهم انا كيف عرفت، خليه يوقف السياره هلا فورا وانزلي. طيب ليش؟ خليه يوقف السيارة فوراً، وبس توصلي على البيت بتعرفي. نزلي فوراً. وقف، وقف السيارة. يلا نزلني. ليش؟ تعاملي معه بجدية، ما بقى تسأل، وقف السيارة وبس. طيب فهميني ليش؟ طيب مين عم يحكي معك وليش بدك ياني وقف السيارة؟ ما فهمت عليك. شو بيهمك مين اللي عم يحكي معي؟ هاد مو شغلك، وقف ونزلني. شوفي سومان وهلأ انزلي.
وقولي لرانفير كمان يرجع على بيته فورا. ماشي. سومان مين معك على التليفون؟ انت ليش نزلتي هيك بنص الطريق؟ وانت شو دخلك؟ يلا ارجع على بيتك. لا سومان، ما رح روح لحتى اعرف مين عم يحكي معك ويقلك تنزلي هلا. ليش عم تعاندني؟ شبك ما عاد فهمت؟ طيب فيني اعرف مين اتصل؟ وانت شو دخلك؟ مو معقول هالولد طالع لأمه عنيده راسه كبير. رامفير لو سمحت اتركني، روح على بيتك. سومان، لك سومان، شو اللي صار لك فجأة؟ ممكن تردي علي؟ حماتي ناطرتني بالحارة الثانية. يلا روح على بيتك. ايه ماما، نزلت من السيارة وماشي باتجاه البيت. يلا استعجل شوي ورجعي على البيت فورا ناطرتك. ايه حاضر. ليش هيك نزلت من السيارة وما قالت لي السبب وكذبت كمان؟ طيب بسيطة، أنا ما رح أتركك أبداً لأعرف السبب الحقيقي. بنتي شبك؟ أنت ليش عم تبكي هيك؟ قلي لي شو عملتي هالمرة كمان؟ بتعرفي إنه السندورة اتصلت فيني عم تشكيلي عليكي؟ شبك؟ معلش تحكي لي ليش عم تبكي هلأ؟ شو صاير معك احكي؟ ليش لهلأ ما رجعت اتصلت فيني الغبية كلواتي؟ مثل العادة دائماً بتعملي نفس الشيء، بس حدا يغلط بتعاقبي الكل معه. يا ريتك بس عاقبتي الشخص الصح. هي أنا قدامك هلا، تفضلي حاسبيني. وصلت على البيت؟ آه، لكن هي أنت، معناتها اتصال واحد منك هو اللي خلى سومان تنزل من السيارة فجأة. ماما، ما توقعت منك هذا الشيء. توقع؟ لأنه أنا بعمري ما توقعت اللي عملته يا رامفير. بسبب هاي البنت عملت كل الشغلات اللي قلت لك ما تعملها، وما سمعت كلام أمك وما فكرت فيها ولو حتى للحظة واحدة. زعلت عليها، ما قدرت تشوفها عم تبكي، بس ما فرقت معك إنه أنا مقهورة. طيب ماما، أنا بس بدي أعرف سومان بشو غلطت. فهميني بس ليش عم تعاقبيها لإلها؟ قلي لي هي شو ذنبها إذا أنا اللي حبيتها؟ وين الغلط إذا أنا اللي قررت أتزوجها؟ هالبنت المسكينة ما بتعرف أصلاً ليش عم تبهدليها، ما عندها فكرة، وانتي عملتي عليها حرب بدون سبب. ليك انت مو شايف حالك، بس أنا شايفة بعيونك شفقة عليها، وأنا بكره شوفك متعاطف معها هيك يا رامفير. ماما، وقت وصلت اجت الست سندورة وبلشت تصرخ علي بدون أي سبب، وعملت كل هاد بدون ما أعملنا شيء. غريبة، ليش صار هيك؟ صحيح سندورة حدا مو طبيعي، بس بعمرها ما تصرفت مع حدا بهاي الطريقة بلا سبب. صدقيني يا ماما، عم أحكي الحقيقة وما عم خبي عليكي. حتى وقت طلعت من عنده رجعت بهدلتني. طيب سومان، اتذكري منيح، أكيد عملتي شي غلط. هي ما رح تعصب كل هالقد بدون مبرر. هلأ صرتي تعرفيها أكتر مني؟ معقول أكذب عليكم؟ ما بتصدقي إنه هيك صار؟ أنا مصدقتك بكل كلمة حكيتيها. لحد هذا اليوم بعمرك ما قللتي احترام مع حدا، وأكيد ما رح تقللي احترام معه. مزبوط يا بنتي، أنت معك حق. ليكي بس تروق، أنا رح روح لعنده ورح أسألها شو السبب يلي خلاها تعصب. بس من هلأ لوقتها لا تروحي لعنده نهائياً، ولا حتى تتواصلي مع حدا من أولاده، لا ساهيل ولا مانان ولا رامفير ولا أي حدا من هاي العيلة. فهمت علي؟ رامفير، أنت بتعرف أنك أغلى شخص بحياتي وروحي معلقة فيك يا حبيب قلبي. أنا ما بقدر أعيش بدونك يا أبني. بس هي البنت واقفة بيني وبينك مثل حاجز وعم تبعدني عنك رامفير. اسمعني،
عم بترجاك تبعد عنا، أحسن ما دمرها وخليها تندم على الساعة. ماما هاي أنا عم خبرك، أنا رح حول حياتها لجحيم إذا أنت. طيب إذا القصة هيك ماما، لكن فيكي تعملي شو ما بدك، بس لازم تفهمي إنه ما رح أسمح لك تأذيها طول ما أنا عايش. بتمنى تكوني فهمتي.